قلبي انت. شو بكون طلعته هيك؟ تاني نوميني محمد سعد. مش عارف والله اعمل له. تالت نوميني حنان. يا جدعان انا هقولها من الاخر عشان بس يبقى قدامكم. اللي بيفكر غير المصريين يصوت لي ما يصوتليش. انا عايز اروح. تمام؟ بس. انا زهقت اصلا. يلا شو بكون خلص مبسوطين؟ مش عارف اي مكان. والله كويس. ما بتحكي مع حدا، ولا حدا بيحكيك، ولا حدا بينصحك، ولا حدا بيقلك شغلك بتعرف شو تعملي. طلعت بغنيتك بتشتغل عليها. نومينيه تيشدك، نومينيه تيشدك. كنت نومينيه اول جمعه، كل ما حدا يطلع نومينيه وبعز عقلبي عم خبر نفس الخبريه. بدي اياكي قويه، بتلقى غنيتك بتشتغليها مثل ما هي، بتحفظيها مزبوط. صعبه اوكي عليك، صعبه نفسيا، بس صدقيني صدقيني يا شنطال، اذا هلا ما بتشتغلي هلا هلا من هاللحظه بلشي تشتغلي. انه اذا انت رجعت من هاللحظه طلعتي غنيتك شغليها مثل مظبوط مثل الخلق اوكي، ما تروح عليك هالفرصه. صدقيني ما تروح عليك هالفرصه. كيف فكر غيري متعلق مش حاله وعم قلع اوكي كلنا حدك. ما بغيتش نبكي، أنا مزيانة. هلقيني مزيانة والله. عطرك سمعتيني؟ عطرك سمعتيني. عطرك جاي تصوت الجمهور. أنا ما كنت استاهلش والله ما كنت استاهلش. عايش ما كنت استاهلش، أي واحد يغلط، أي واحد يغلط. أنت طلعتي توب فايف يا حنين. طلعتي توب فايف، ما خدمتيهمش. خايبة، عرفتي شنو هي الخايبة؟ عرفتي شنو هي الخايبة؟ يا تحت النوميني، عاود تحت النوميني في المرة الثانية. اتس أوكي. صافي. أوكي؟ أوكي؟ صافي خلي معايا هايدي. طوفي با. صافي 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 والله كويس. وعلاش كنت بكي دابا عليك؟ ما تقوليش ما نستاهلش. صافي شو؟ اسمعني انا وحش، انا مستحيل اهلي. اسمعني 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 ماشي. انت يمكن غنيت في الايفال اللي هما شافوا وحش برضه. غنيت في حته ايه؟ حته ايه؟ المقال مظبوط والاغنيه مظبوطه، يا اما بقى احنا مش بنفهم، يا اما مش بنفهم غنى اصلا. مين حلو؟ ها؟ مين حلو كتير؟ مين عنده جمهور كثير؟ شو؟ مين عنده جمهور كثير؟ فينك عم انت انسان وبيغلط، وغلطك بعده احلى من غيري. تعال تعال نواسي بعض. طبرينا انت ليش عم تبكي؟ ما تبكي حياتي، ما تبكي. بصك حنان، المفروض انت تقويني، انت اللي تقويني. انا مش انا مرتين، انا عن جد يعني شو على العدد كده. هي انا اول جمعة على العدد هي، لانه قطع بالشعور انت انه تقويني. انت ليش حنان خلص؟ طب ليه عم تتعبي اعصابك؟ فسري لي، اعطيني جواب مقنع. ليه عم تتعبي اعصابك؟ انا بسكت. أنا في كثير عالم. لا لا خليها تجاوبي، خلي لا ما بدي ما بدي ما بدي اقول هالشيء. ما بدي اقول هالشيء، ما بدي اقول هالشيء. الجمهور بيوقف معك مرة واحدة. مرة واحدة على اساس خذلتيهم؟ لا ايه لانه هن بحبوك. لحظة شو لحظة 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 شو لحظة شو شو معناتها خذلتيهم؟ فسري لي شو خذلتيهم؟ وشو مرة واحدة وشو 10 مرات؟ اللي بحبك بحبك 100 مرة، واللي بده اياكي بالبروجرام بده اياكي بالبروجرام، مش مرة واحدة بردك. وقفي بك.